بسم الله الرحمن الرحيم، سعد الله صباحكم بكل خير ومحبة وسرور. نحييكم بتحية الإسلام الخالدة، فسلام من الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. نحييكم مع هذه الأجواء الماطرة والأجواء المغيمة من هنا من ميدان بشاير لسباقات الهجن العربية الأصيلة في هذا المهرجان الكبير، في هذا المهرجان المثير الذي يأتي بدعم وتوجيهات من سيدي ومولاي حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق السعيد، حفظك الله يا مولاي من كل سوء ومكروه، وأخي صاحب السمو السيد أسعد بن طارق بن تيمور السعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي الممثل الخاص لجلالة السلطان، ليسير مباشرة مرحبا بالقنوات الناقلة، القنوات الصديقة، قناة دبي ريسينج، وقناة ياسر الرياضية، قناة عمان الرياضية، من تراقب كل حدث على عمان الرياضية في هذا الانطلاق المثير، في هذا التحدي المثير، أول أشواط اللقاية، أول تحديات اللقاية في هذا الصباح. 5 كيلومترات هي المسافة التي رصدت لهذا الحدث، ليسير مباشرة مع مغامرة غصن بن سعيد بن المسلمي، أو هناك اليوازي سالم بن علي بن سعيد الدرعي، من يقدم لنا اليوازي دور المركز الثاني اللي وصلت العزوم، علي بن سعيد بن شطيط المالكي من يقدم لنا العزوم دور المركز الثالث اللي وصلت فيه أمسية في أجمل صباح. يا مرحبا يا أهل القوع في مدينة العين من دولة الإمارات العربية المتحدة، مرحبا يا الدرعي حمدان بن محمد بن حارب الدرعي ليقدم لنا أمسية دور المركز الثالث. ولد السهران بدأ في التحرك في هذه اللحظات ليقدم لنا أيضا هناك مع هذا الانطلاق المثير، يقدم لنا رند مع هذا الإبداع المتميز. المركز الخامس اللي قادمة في هذا الانطلاق في هذا الإبداع الجميل، وصلت هناك مكارم خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي في هذا الانطلاق الجميل والتحديات المثيرة. المركز الخامس في هذا الانطلاق بيان سعيد بن راشد بن محمد الغيلاني مع هذا الانطلاق الجميل، مع هذا الإبداع المثير. أول أشواط الصباح، أول تحديات الصباح، أول انطلاقات هذا اليوم مع هذه الانطلاق الجميلة، مع هذا التحدي المثير. ما شاء الله يا الأسماء الجميلة، ما شاء الله يا الأسماء المميزة، يا الانطلاقات الجميلة، يا التحديات المثيرة. الأسماء الجميلة والتحديات الرائعة والانطلاقات الجميلة وهذه التحديات المثيرة. أول الانطلاقات، أول انطلاقة الصباح، أول تحديات الصباح في هذا المسار الجميل، في هذا التحدي المثير، لينطلق مباشرة مع اليوازي سالم بن علي بن سعيد الدرعي، يقدم لنا اليوازي في هذا الإبداع الجميل. المركز الثاني اللي وصلت فيه هناك مكارم عاشق السلالة الشاهينية خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي، من يقدم لنا مكارم في هذا التحدي الجميل. المركز الثالث اللي وصلت العزوم، علي بن سعيد بن شطيط المالكي يقدم لنا العزوم في هذا الانطلاق الجميل والتحدي المثير والإبداع أيضا الرائع والانطلاق أيضا الجميل والتحديات أيضا المثيرة. في هذا الانطلاق،
في هذا الانطلاق الجميل والتحديات المثيرة والإبداعات الرائعة، في هذا الانطلاق الجميل، أول الانطلاقات، أول الصباح، أول الإبداعات المثيرة، ليسير مباشرة مع اللي وصلت هناك في صدارة هذا الشوط، اللي وصلت اليوازي سالم بن علي بن سعيد الدرعي، من يقدم لنا اليوازي في هذا الإبداع. المركز الثاني اللي وصلت في مكارم في هذا الإبداع الجميل، في هذا التحدي المثير، مكارم مكارم خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي، من يقدم لنا مكارم. ولكن هناك أيضا اللي قادم أمسية، حمدان بن محمد بن حارب الدرعي، يقدم لنا أمسية في هذا الإبداع الجميل، في هذا التحدي المثير. أوصلت إنذار سليمان بن سيب بن راشد الرشيدي، يقدم لنا إنذار، يقدم لنا انذار، وقد اعذر من انذر في هذا الانطلاق الجميل. اول اشواط الصباح، اول اشواط الصباح، اول تحديات الصباح، ليعود مع انطلاقة الدرعي، ليعود مع ابداعات الدرعي. اليوازي، اليوازي سالم بن علي بن سعيد الدرعي، يقدم لنا اليوازي في هذا الانطلاق. خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي اللي قادم على ثاني المراكز. المركز الثاني مكارم في هذا الانطلاق الجميل، في هذا التحدي المثير. أمسية اللي واصله، حمدان بن محمد بن حارب الدرعي، من يقدم لنا أمسية. وصلت هناك أمواج، محمد بن حمد بن هلال المالكي يقدم لنا أمواج في هذا التحدي المثير. ولكن اليوازي سالم بن علي بن سعيد الدرعي يقدم لنا هناك اليوازي. مرحبا يا بالروية، مرحبا يا بالروية، مرحبا يا بالروية اللي قادم هناك من برنس الميادين، من ميدان الرقيعات. تهانينا والناموس على هذا الانطلاق الجميل، على هذا التحدي المثير. سلام بالروية، سلام، سلام إلى مدينة العين. المركز الأول هناك اليوازي سالم بن علي بن سعيد الدرعي، المركز الثاني هناك انذار سليمان بسيف بن راشد الرشيدي، المركز الثالث اللي وصلت فيه امواج محمد بن حمد بن هلال المالكي، المركز الرابع هناك شعار مكارم خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي، المركز الخامس امسية حمدان بن محمد بن حارب الدرعي. تهانينا والناموس لجميع الفائزين في هذا الصباح وهذه التحديات الجميلة والانطلاق، لحظات الوصول إلى خط النهاية والتوقيت الزمني. التوقيت الزمني اللي وصلت فيه لحظات وصول اليوازي 7:39، 3 أجزاء من الثواني. تهانينا والناموس لعلي بن سعيد الدرعي على هذا الأداء الجميل والتحديات أيضا المثيرة. المركز الثاني اللي وصلت في هذا الانطلاق مع التوقيت الزمني سيف سليمان بسيف الرشيدي، انذار 7:39، 77 جزءا من الثواني. تهانينا والناموس على هذا الانطلاق الجميل والتحديات ايضا المثيرة والابداعات ايضا المستمرة. المركز الثالث على ثالث المراكز في هذا الانطلاق الجميل والتحدي ايضا الرائع، ثالث المراكز اللي وصلت فيه امواج محمد بن حمد بن هلال المالكي 7:41، 59 جزءا من الثواني. تهانينا والناموس لجميع الفائزين.